أهلا بيكم أعزائي طلبة وطالبات سنة ستة ابتدائي، أنا مستر وسيم. النهاردة هناخد مع بعض إن شاء الله سامبل تيست، مراجعة على منهج الترم الأول علشان نعرف إزاي نحل الامتحان ونقدر نجيب درجات كويس. يا ريت نركز مع بعض، واللي ما كانش اشترك في القناة يدوس على زر الاشتراك في يمين الشاشة من تحت، ويدوس على زر الجرس علشان يجيله بقية امتحانات المراجعة اللي هنعملها على طول إن شاء الله. بالنسبة للامتحان بيكون عندنا أول سؤالين عبارة عن listening استماع، المفروض إن احنا بنركز كويس أوي مع المستر أو الميس بيقراه. أوكي، فناخد أول سؤال بيقول listen and circle، يعني اسمع وعلم. السؤال الأول بيقول هنا عندي إجابتين سؤالين، يعني أول اتنين بيكونوا إجابتين، تاني سؤالين بيكونوا سؤالين وأنت المفروض بتسمع الإجابة. يعني هنا هتسمع السؤال والمدرس هيقول إجابة من إجابتين، هيقول السؤال وهيقول إجابة من إجابتين، فأنت بتختار واحد. التاني بيقول سؤالين، ماشي، بيقول سؤال وأنت بتختار واحد من السؤالين، يعني عكس بعض. فنشوف كده ونشوف. أول واحد بيقول Where is Sarah؟ Where is Sarah؟ فين سارة؟ الإجابة بتاعتي هتختار واحدة من الاتنين اللي أنا هقولهم. At school، يبقى أنا لما أقول المدرس هيقول Where is Sarah؟ تكون مركز في اللي بعدها اللي هي ايه؟ فين؟ at school. فين بقى at school دول؟ اللي هي دي، تمام، يبقى الإجابة الأولى. السؤال اللي بعده بيقول Why is Hanny at the bus station؟ Why is Hanny at the bus station؟ يعني ليه هاني في محطة الأتوبيس؟ هقول بقى واحدة من الاثنين برضه وأنت تشوف أنهي اللي هتتقال. يقول to take the bus، to take the bus، يبقى هنختار أنهي؟ تمام، اللي هي A برضه. عرفتوا ازاي؟ يبقى المستر هيقول سؤال وانت هتختار اجابه من الاجابتين اللي هو هيقوله، يكون فيهم واحده موجوده في الورقه معاك. اللي بعد كده السؤال موجود بس شوف المستر هيقرا انهي سؤال فيهم معلم عليه. How many sisters do you have؟ How many sisters do you have؟ انهي واحده؟ برافو عليك، اللي هي نمبر A. اجابته I have four sisters. مالكش انت دعوه بالايه بالاجابه، المهم تختار السؤال صح اللي هو قاله. التاني برضو هتختار السؤال واحد من اللي هو هيقوله المناسب للاثنين دول. يقول ايه؟ Who invented the first ice cream؟ Who invented the first ice cream؟ برضو نمبر A، مش مهم حتى لو كانوا الاربعه نمبر A مالناش دعوه، المهم اسمع كويس انه السؤال اللي بيتقال. الاجابه نانسي جونسون اجابه السؤال، يبقى who invented the first ice cream؟ نانسي جونسون. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بيبقى listening complete، محادثه ما بين اثنين، هو ده هنا هو receptionist، يعني هو ده موظف الاستقبال، هيقول محادثه وانت تسمع المحادثه والكلمات اللي ناقصه هتكتب. شوف كده هو ده بتقوله is it the Egyptian museum؟ is it is it the Egyptian museum؟ يعني هل ده المتحف المصري؟ يبقى ده في التليفون، يبقى هنا كلمة ايه اللي ناقصة؟ تمام، museum. اوكي، فبيقول لها yes it is، نعم انه كذلك. فسألته سؤال تاني بتقول له ايه؟ when are you open؟ يعني انتوا فاتحين امتى؟ when are you open؟ يبقى هنا ناقص كلمة ايه؟ when، اللي هي معناها متى. when فيقولها we are open daily، we are open daily، يبقى هنا ناقص كلمة daily اللي هي معناها ايه؟ يوميا. اوكي، فقالت له thank you for help، شكرا لمساعدتك. قال لها you are welcome، you are welcome، يبقى ناقص كلمة welcome اللي هي انت على ايه؟ على الرحب والسعة. اوكي، كده يبقى انا سمعت كويس وجاوبت ايه كويس. بعد كده السؤال بتاعي اختياري، عندي 8 اسئلة. السؤال الاول بيقول are you ours are your hours؟ قال where are your hours، what are your hours، how are your hours، why are your hours. يعني are your hours يعني ساعات العمل، انتوا فاتحين لحد امتى، يعني من كام لكام. فهنا بيسأل على الوقت، يبقى هي ايه؟
بيقول what are your hours، يعني ما هي ساعات العمل الخاصة بيك. We open daily، يبقى نقول we is و are do did. طبعا ايه ما ينفعش do ولا did، we تاخد is لا، يبقى تاخد we are open daily. Okay. It's three for adults. It's three for adults. It's three what dollar ولا a dollar ولا dollars ولا dollars. Three جمع، ما ينفعش يجي بعدها مفرد، يبقى دولار لا و a dollar لا. بعد هنا dollars وهنا dollars. dollars الأولانية اسم جمع، dollars الثانية ده اسم وراه صفة وراها verb to be اللي هي dollar is أو ملكية dollars، مثلا picture يعني صورة الدولار، يبقى هنا دي apostrophe اسم ملكية، يبقى دي مش هتنفع، يبقى هنا it's three dollars، إنه ثلاثة دولارات للإيه للكبار. I will take a of apple pie. I'll take a lot of apple pie. Apple pie اللي هي إيه؟ يعني فطيرة التفاح، هاخد منها ايه؟ هاخد منها كوب ولا جلاس ولا بيس ولا بطل، على حسب الحاجة اللي احنا هناخد بها. نشوف دي حاجة بتتاكل، يبقى مش هينفع اخد منها كوباية او فنجان او زجاج. ليه؟ علشان دي حاجة بتتاكل هتاخد منها قطعة، يبقى بيس. يبقى على حسب الكلمة الموجودة اقدر احدد الاختيار. طب لو هنا قال لي مثلا ايه؟ جوس او ابل جوس، عصير التفاح، يبقى مش هتنفع بيس، هتنفع ايه؟ هتنفع glass او ايه او bottle او cup، في الثلاثة ينفعوا مع الجوز. تمام؟ it delicious. it delicious. locks ولا lock ولا locking ولا to lock. ناخد ترتيب الجملة العادي بتاعنا، it فاعل، يجي بعده فعل، وبعدين دي الصفة، ماشي، بتوصف كلمة اللي هي it، يعني it lots delicious يعني تبدو ايه شهي. يبقى لازم يجي بعدها ايه؟ فعل. الفعل ده يناسب الفعل it، مش هينفع تاخد lot من غير حاجة، يبقى تبقى lots. طب looking لو خدناها لازم يكون قبلها في verb to be، يبقى it is looking. او to look، to هنا حرف جر، ما ينفعش يجي بعد الفعل على طول، يبقى في الحالة دي هناخد ايه؟ هناخد lots. How bottles of water did she have? How bottles. bottles ده ايه؟ زجاجات. يبقى بسأل عن ايه؟ بسأل عن عدد الزجاجات لان ده اسم جمع. يبقى how much بسأل عن كمية، and a ما تنفعش، لازم يكون في ايه؟ يا much يا many. يبقى نقول how many bottles of water did she have، يعني كم عدد الزجاجات اللي هي بتملك. okay. بعد بيقول I am ready، انا جاهز. order ordering to order ordered، يبقى I am ready to order، أنا جاهز لي ready to. okay. ويجي بعدها مصدر I am ready to order، يعني جاهز إن أنا أطلب الطلب بتاعي في المطعم. يعني I am going to two glasses of oranges. I am going to. going to خدناها قبل كده في زمن المستقبل البسيط، going to بتتكون من verb to be و going to المصدر بعد to، يبقى I am going to والمصدر. two glasses of oranges يعني زجاجتين او كوبايتين من عصير البرتقال، يبقى هعمل فيهم ايه العصير؟ الكوبايتين دول هتناولهم. do يفعل، be يكون، has يعني يتناول او يمتلك بس مع الغائب، انما هنا هتبقى ايه المصدر من verb to have، يبقى I am going to have two glasses of oranges، يعني سأتناول كوبين من عصير البرتقال. okay. عرفنا ازاي نحل؟ جميل. بعد كده عندنا في السؤال بتاع odd one out and replace it with a correct one، يعني نشوف المختلف ونعلم عليه ونغيره بواحد واحد. swim eat sky play. swim eat play دي كلها افعال في المضارع. sky سماء دي اسم هنشيلها ونحط مكانها اي فعل، هنا مثلا كلمة visit يزور. okay. summer winter rain spring. spring winter summer دي فصول السنة، بعد كلمة rain مطر هنشيلها ونحط كلمة ايه اللي هي fall اللي هي الخريف. herself yourself he
myself كلهم ضمائر منعكسة reflexive pronouns بعد كلمة he ده ضمير فاعل في الحلقة أشيله وأحط كلمة إيه؟ أحط كلمة himself يعني بنفسه. ironed, bowled, washed, washed, chopped كلهم أفعال في الماضي معنى كلمة chop يقطع هنخليها في الماضي تبقى إيه؟ chopped ونخليها double P علشان هنا P بتبقى اثنين. okay. meat balls, steak, salad, juice دي أطعمة كلها معنى كلمة juice ده عصير نشيله ونحط كلمة إيه؟ meat اللي هي اللحم أو rice أو macaroni أو spaghetti أو pasta أي طعام نحطه كله صح. بعد كده السؤال الخامس بيقول read the passage and answer the questions يعني اقرأ القطعة وجاوب الأسئلة. last weekend يعني الأجازة اللي فاتت علي went to the amusement park راح ملاهي. he had orange juice تناول عصير برتقال. he went on a ride ركب الملاهي أو المراجية. he saw a dolphin show شاف عرض دلافين. he ate cookies وأكل الحلوى. he took some pictures التقط بعض الصور. he was very happy وكان سعيد جدا. his family was with him to keep an eye on him يعني عيلته وأسرته كانت معاه علشان تاخد بالها منه. his father does his best to make him happy يعني والده فعل أقصى جهده علشان يخليه سعيد. his mother also wants him to be happy مامته كانت عايزاه يخليه يكون سعيد. وكمان هي كمان he wanted to be a doctor when he grows up يعني كان عاوز يكون دكتور لما يكبر. okay. الأسئلة أول حاجة اختيار بيقول Ali was علي كان sad ولا happy ولا tired ولا ill مريض تعبان سعيد حزين. هو كان بيتفسح في الأميوزمنت بارك يبقى كان إيه؟ يبقى كان happy. okay. Ali drank an juice شرب عصير ايه؟ تمام apple ولا lemon ولا orange ولا pie طبعا تبقى ايه؟ orange. okay. he had orange juice ده الاختيار. السؤالين بعد كده يقول ايه؟ where did Ali go at the weekend؟ اين ذهب علي في الويكند؟ تمام برافو عليك يبقى هنا فؤاد. Ali went to the amusement park علي went to the amusement park دي إجابة زي ما هي كده هناخدها هنا. what did Ali see شاف إيه؟ he saw الماضي من see ده علي saw. he saw a dolphin show دي number 4 he saw a dolphin show شاف عرض دلافين. okay. ده بالنسبة للقطعة سهلة جدا نركز فيها بس واحنا نجيب full mark بتاعتي. بعد كده عندنا في حاجة اسمها writing الكتابة شوف بتقيس إمكانياتنا في كتابة الباراجرافات والإيميلز. أول واحد بيقول write an email of four sentences نكتب إيميل من أربع جمل. عن إيه الإيميل هنعرف. write an email to your friend Hala هنكتب إيميل لهالا telling her about the lunch you have at a restaurant هنتكلم عن الغداء ماشي you have at a restaurant اللي انت اكلته في المطعم. your name is Salwa اسمك Salwa اسمك Salwa. your email is salwa@school.com and her email is hala@school.com طبعا العنوان مش مهم زي ما هو مكتوب هنكتبه. المهم to الى يبقى هنكتب هنا اسم المرسل اليه انا بيقول your name is Salwa يبقى مش ده يبقى ده زميلتك اسمها هالة يبقى نكتب هنا ايه؟ هنكتب هنا هالة زي ما هو مكتوب هالة at school.com من يبقى هنا المرسل الشخص اللي هيبعت الايميل يبقى سلوى يبقى نكتب هنا ايه؟ سلوى at school.com okay. طبعا في الايميل ما بيفرقش في الكلمات الكابيتال والسمول يعني هالة هنا اسم بنوته بس جاي سمول وسلوى اسم بنوته ده جاي سمول في العناوين بالايميل بس انما في الطبيعي في الكتابه العاديه بيكون كابيتال ليتر. اوكي السبجكت يعني موضوع الايميل موضوع الايميل عن ايه
lunch you have at a restaurant. About the your subject lunch كده lunch I have at a restaurant. Okay, lunch I have at a restaurant. Okay. هنا هنكتب ايه اول حاجه ترحيب يبقى نقول ايه نقول هاي ونكتب اسم اللي هي مين اللي هي هاري او ممكن نقول ايه ممكن نقول دير هالة اي واحده الاثنين صح طب ايه كمان هتقول لها انا سعيد اني بكتب لك الايميل ده يبقى اي ام هابي دي حاجات ثابته اي هابي تو رايت ذس email for you. أنا سعيد إني بكتب لك الإيميل ده. طب ليه بكتبه لك؟ هتبدأ تتكلم عن اللانش ده. تقول إيه؟ Yesterday I had lunch at a restaurant. Okay. أنا تناولت الغداء في مطعم. Okay. يبقى لك كده جملتين. I ate أنا أكلت meat and rice أنا أكلت رز ولحمة مثلا. Okay. ممكن نقول إيه they أو the food was كان delicious. كده أربع جمل أو خمس جمل وبعد تقول إيه أنا كنت سعيد I was very happy أوكي كنت سعيد جدا وفي الآخر هنكتب إيه هنقول هنا yours ونكتب اسمنا اللي هو مين سلوى أوكي عرفتوا إزاي بيتكتب؟ ده سهل جدا جدا مفهوش أي حاجة إلا ايميل او الباراجراف الاثنين ثانيين خالص بعد كده question number 7 rearrange هنرتب الجمل English as have with study fun and okay يبقى نقول ايه اول واحده كلمه study ده فعل يبقى ده للنصيحه study number 1 يبقى ده ايه study هتذاكر English study English and have fun with us يعني ذاكر English واستمتع معنا study English and have fun with us okay اللي بعدها tomorrow then what for homework Okay. يبقى نقول ايه اول حاجة what اللي هي what is يبقى كده خدنا أداة استفهام وبعدها الفعل المساعد يبقى بعدها الفاعل اللي هو ايه يكون اسم او ضمير ما عندناش ضمير يبقى فيه اسم ايه هو الاسم the homework يبقى what is the homework يعني ما هو الواجب بتاع ايه Therefore, number 4, tomorrow. What's the homework for tomorrow? يعني ايه هو الواجب بتاع الغد. Okay. There. First. يعني أول. أول ايه؟ أول مصنع للآيس كريم. يبقى ايه؟ مش هنكتب مصنع الاول هنكتب ايس كريم الاول يبقى the first ice cream factory يبقى the first ice cream factory يعني اول مصنع للايه الايس كريم ماله كل ده اللي فات ده كله عباره عن فريز عباره في محل الفاعل the first ice cream factory يعني اول مصنع للايس كريم كل ده انا ما فهمتش حاجه لسه ماله بقى المصنع بتاع الايس كريم ده opened يعني ايه فتح او اتفتح ده الفعل بتاعي يبقى اول مصنع الايس كريم ماله
بدأ الفعل هو فين الكلام ده أو إمتى؟ في in 1851. يبقى أول مصنع الآيس كريم اتفتح سنة 1851. ده السؤال اللي بعده بيبدأ بأداة استفهام أو فعل مساعد. بدأنا بفعل مساعد is. لما ألاقي there على طول يبقى بعدها على طول there. يبقى is there. Is there. هنا في your حاجة بتخصك. your دي هتيجي بعدها اسم، يا اما bank يا اما house. بس ايه اللي يخصك فيهم، البنك ولا الهاوس؟ الهاوس. يبقى your هنا هتيجي مع الهاوس. ماشي. يبقى is there a bank، يعني هل يوجد bank فين؟ besides your house. هل يوجد بنك بجانب منزلك؟ ما ينفعش طبعا نقول beside your bank. هل يوجد منزل بجانب البنك بتاعك؟ لا. هل يوجد بنك بجانب المنزل بتاعك؟ اه تمام. اخر حاجة الـ punctuate the following sentence. هنشوف علامات الترقيم في الجملة ونصححها لو في حاجة ناقصة. أمنية اسم شخص لازم يبدأ بكابيتال، وده بادئ بكابيتال. أمنية's mother هنا دي apostrophe s بتاع الملكية، يبقى في هنا ناقص الابوستروفي. اوكي. mother watches TV before she sleeps. مفيش حاجة هنا بتقول هتتغير خالص، الأفعال والحروف الجر ما بتتغيرش. اوكي. دي جملة لأنها بدأ بإيه؟ بإس، يبقى لازم تنتهي بفول ستوب. يبقى احنا إيه اللي حصل؟ عملنا الفول ستوب دي وعملنا الأبوستروفي دي. بس أنا مش هنعمل كده، لأ، أنا هنكتب الجملة كلها ونحط الإضافات بتاعتنا معاها. اوكي. طيب اللي بعدها بيقول what are you doing when you go to the zoo احمد. what تبدأ بكابيتال لتر سواء في السؤال او في الايه او في الجملة، تمام. في الاول تبدأ بكابيتال لتر، يبقى what بكابيتال لتر وهي معمولة اهو، تمام. are you doing الافعال والضمائر في وسط الكلام ما بتتغيرش بكابيتال. when ادوات الاستفهام والروابط ما بتتغيرش بكابيتال. You go to the zoo. كل دي حاجات طبيعية مش هتغير أي حاجة فيه. أحمد capital letter ليه؟ علشان ده اسم شخص ومعمول برضه. إيه اللي ناقص؟ مش حاجة يا مستر، لأ، فيه ده سؤال، يبقى هينتهي بإيه؟ question mark. وقبل أحمد الأخرانية لازم يكون في comma لأن ده شخص أنا بكلمه. يبقى بقول له إيه؟ What are you doing when you go to the zoo؟ أحمد. أوكي؟ يبقى الكاما والكويستشن مارك. طبعا هنكتب الجملة كلها او السؤال كله ونكتب الحاجات الناقصة نصحح. بكده يبقى احنا خلصنا التست، يا رب يكون عجبكم وياريت نركز فيه، وان شاء الله ننزل كمان شوية تستات علشان نكمل مراجعة قبل الامتحان على طول. وياريت يعجبكم، ولو عجبكم نعمل اشتراك في القناة وندوس على زر الجرس ونعمل لايك للقناة وشير لأصحابنا علشان هم كمان يعرفوها ويشتركوا فيها ويبقوا شطار زيكم. تمام. اشوفكم في تيست جديد في المراجعه على الامتحانات مع مستر نسيم والانجليش. باي باي.